السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جينا على سوق الغنم بمدينة الدانة، من شوي كنا بسوق البقر وتأخرنا شوي بتجي على سوق الغنم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا أغطي لكم السوق كاملة من الألف إلى الياء. أتمنى منكم الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر الإعجاب، هذا هو زر الإعجاب تحت. وأشكر كل شخص متابع، الله يجزي الخير، بعث لنا بطاقة شكر على التعليقات. الشباب اللي متابعينا من برا الله يجزيكم الخير، شكرا على هاي الهدايا اللي وصلت منكم، تحياتي لكم. أنا أغطي لكم الفيديو السوق كاملا من خلال هذا الفيديو. عندنا جذعتين بلديات يا شباب، ما شاء الله تبارك الله، بيض توم أمهن عنز حلابة طيبة، ملقحات جذعتين يا شباب، ملقحات من فحل شامي أبيض موجود بكل حقه 1200 دولار. هنا التلقيح 24/9 واليوم 24/10 من شهر بالضبط، ملقحات دفعنا بيهن 550 دولار وما بعنا. اللي له بيهن مصلحة يا شباب يتواصل معنا. جذعتين بلديات توم ذرار طيبة يا شباب، ذرارهم طيبة، اثنين ذرات ما شاء الله تبارك الله، ملقحات من فحل طيب، فحل شامي أبيض خشن. الصلاة والسلام على رسول الله. تلقيح على الإيكو عمره شهر بالضبط 24/9. الصلاة والسلام على رسول الله. حلوات وطيبات وأمهن حلابة. اي نعم، وهن ضرارهم محلبهم طيب حيل. اندفع بين من اثنين اندفع 550 دولار من شخصين. لا ما شاء الله يا شباب. هاي جذعها اول بطل مهجنة السنة الماضية، وهاي السنة الثانية دحل ضرتها ما شاء الله. شلون صارت رباعية يوم ثالث؟ الصلاة والسلام على رسول الله. ضرار ومحلب طيب لين حيل ما شاء الله تبارك الله. هاي غنم يا شباب. ايوه ايوه. بلدية عشرة يا عم بعواد. والله على بركة الله. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. عواد على الجيزة. اي نعم. على قولت عمنا يقول، يقول والله يقول نفس كلام هذا الشايب عندنا. المراس ليلوس؟ يقول المراس ليلوس. المراس ليلوس. اه احنا بدنا اللوس خيو. لوس تلوسون وترجع تقول لنا المراس ليلوس. ايوه. حياك الله. ابو الناس قبلنا. يا ابو قيس، انت وابو قيس نصتوا على كيفكم واخر شيء تنصحون بينا. ما راح نسمع نصيحتكم خيو. علينا. واني لقيت لك اللي يمشي بالحياه نظامي الناس تدعوس، واحسن شيء ليلوس. قسم بالله. اي والله. ما يمشي حال. شنو هالغنم يا عم بعواد؟ يعني مو عشر حليكم حليكم ايه لانه عشر مبينه مين بينه والله ضحك. هاي زينه هاي ما شاء الله تبارك طيبه. ايوه ايوه رشقه. ايش قد ايش قد ايش قد طلبتوا بين عم بعواد؟ 270. 270 ها؟ 270 ما اعطوك شيء؟ ما اعطوك شيء. لسه ما صار بيندفع. لسه ما صار بيندفع. اللهم صل على محمد. كويس السوق اليوم عم بعواد؟ زين السوق اليوم؟ بحركة يا الله يا رب. الله يرزق. نعم الله يرزقكم يا عم بعواد. الله يرزقكم ان شاء الله تبارك الله احسن الخالقين. هاي نعجد حليب زين شاملين الشباب. هاي عنده مصعب ما شاء الله تبارك الله. شو وراها خاروف فطيمه؟ شنو هاي عندك عم مصعب؟ والله نعجد حليب زين. شو وراها خاروف؟ وراها خاروف ما شاء الله تبارك الله. ذره طيبه والله. هاي منيحه بيت والله. اي والله. ايش طلبتوا بيها عمي مصعب؟ والله عم نسوي 500. 500 دولار. لسه ما صار بيها دفاعية. اللهم صل على محمد. شنو سنهن عجي يعني؟ بس منيحة بيت. منيحة بيت. هاي لا ترعى ولا شيء، طعميها بالبيت واشرب منها حليب. ايوه. وراها خروف يفك حقها على عيد الضحية. ايوه. خمسة ايام. مرابي والله رابي ما شاء الله، حليبه زين كأنه. شلون هالسوق عمي مصعب؟ والله مو شد اليد ها؟ يا الله يا رب الله يعوض. هسه الناس بالزيت وانت راها. ايوه الله يرزقكم يا شباب. الاسبوع الماضي عمنا ابو مصعب ضيع 700 دولار معاه دفتر فيه فواتير حسابات باسم بيت جنيد، مو صحيح ابو مصعب؟ اي نعم 700 دولار اللي لاقين خيو له حلوان عليهن، ياخذ الحلوان بالحلال احسن ما ياخذ المصاري بالحرام. الدنيا معدي يا شباب. السوق الماضي الاثنين اي مو الخميس، الاثنين يا شباب. اليوم الرزق كثير يا شباب بالسوق. شلون ابو سليم حبيبي الله يسعدك؟ اليوم كثير الرزق بالسوق حبيبي ابو ريان الله يسعدك. ابن اختنا والله ابن عمنا والله وتاج الراس. سلام شرف الله حبيبي والله. شلون باع عندك السوق اليوم ابو ريان؟ والله حلال كثير. بالنسبه للخروف ايش قد باع يعني؟ بعنا بالفريدي نعم 35. نعم
$4.35 $4.40 اي $4.20 $4.20 هذا اشكارات يعني لا في الريدي جبار ايش قد قام ينباع مباشي جبار ولا هذا 20 راس اعطوني بهن $4.10 $4.10 ما في اللي بيعرف في يعني كانوا في شويه ركود يعني والله ابو حلال اي نعم رزق كثير اي نعم والله ما سلام هذا بالنسبه بعناها ب $4 نعم الفطيمه $4 عم تنباع مري شيء والله انطحت الخروف الفطيمه اي والله نقد وجدي بعناه ب $3.70 بس لحم طيب الجدي $3.70 لحم طيب اي 50 كيلو اللهم صل على محمد يعني الحمد لله الحمد لله بيبيع ومشترى ولو كان البضاعة كثيرة يعني الله يرزقكم ابو ريان عادة سوق الخميس مو كل هالشيء يعني بالعادة لا والله احنا عندنا سوق الخميس احسن من السبت بالله اي والله الاثنين راس السوق هنا والله الخميس شغال بالله اي والله عندنا السبت يذلل نعم عندنا سوق السبت الله, الله يرزقكم ابو ريان الله يبارك خميس واثنين شغال نعم. الله يبارك بين عجم بعت عندكم من عجم؟ بعت غنم ايش قد يعني؟ 23 غنم زين نعم اللهم صل على محمد الله يرزقكم ابو ريان حبيب القلب الله يوفقك الحلال كثير بالسوق والله يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد الحلال بالسوق كثير وحركة البيع والشراء عندكم يعني رباعية ها ما شاء الله والله ذرتها طيبة والله بلدية ذرة طيبة والله ما شاء الله تبارك الله ايش طلبت بها عمي ابو محمد والله جعل مطلب فيها 400 دولار ما شاء الله تبارك الله عليها ذرة طيبة ما شاء الله تبارك الله ما اعطوك بها شيء لحد الان يا محمد ما صار بيدي فايع اللهم صل على محمد شلون وجهت السوق عمي محمد والله السوق بارد بس مو رخيص نعم في برود في برود بس مو رخيص يا الله يا رب الله يرزقكم عمي محمد هنا خروف وفطيمة خروف فين وفطيمة في عندي في شقد شقد قامت تبيعونهم والله مشكل بالمية تحت من $100 تحت هنا 110 واحد حمداني عم تلملك ايش في لكوش حمداني في كويس والله اي نعم من المية وتحت الفطيمة ايش قد عن الخروف؟ من تفرق شوية $40 $50 اي نعم النص تقريبا هاي في فطيمة تنباع ب 50 وفي فطيمة تنباع ب 75 دولار حسب نعم والخروف اكثر شيء 100 نعم نعم يعني 100 110 يجوز بس بده معلم يعرف يركبه عن عجل مو مين ما يعرف في كثير بيعرفه اي نعم انا عارف اركبه تركيب مو طبيعي على عجل والله لا اي والله انا ركبت اثنين من دون ما لا عدبته ولا شيء والله انا خليه شيل الخروف تمشي تثقي وراه بس ما تكون والده من بعيد من زمن يعني يوم يومين ايه يومين ثلاثه تحن عليه والله اللهم صل على محمد هاي نعاج لحم مو طيب شيء هاي ابو يلتقى طيب منها الحكي ايش قد قام تطلبون فيها ابو عداي؟ نطلب فيها $3.40 $3.40 ما اعطوك شيء لسه اعطونا $3.15 $3.15 طبعا بعنا زلمه ثانيه شالها الرجال اي نعم بعناها $3.35 ايوه الحمام مقبول كويس زين في هدوء بالسوق شوي ابو عدي ها في هدوء عرفت علي شلون بس يرد يجلس هذا هو يعني هو انا اقول لك شنو الهدوء الهدوء صار بعرض اكثر من الطلب نعم إيه من تحس بيه شويه هدوء الناس كلها تجلب نعم طيب الناس تخاف من الاشاعات ولا من الاشاعات تجلب بهالجلبه هاي شويه تضعضع يعني اليوم نباع عندك من الـ 4 و10 للـ 4 و40 بالنسبه للحم ايه من الـ 4 و10 للـ 4 و40 صح شلون طبعا قبل هاليومين ثلاثه لنا من الربع للـ 55 نعم وعادي عادي هو السوق ياخذ وينطي اصلا حالاته انه ياخذ وينطي ما يمشي على اتجاه واحد السوق ما يمشي اذا ظل ماشي على اتجاه واحد ينخرب بيت الشاري اسمه سوق نعم سوق نعم عشان ياخذ ويعطي كويس تستفيد التجار نعم ناس نعم. تربح ناس تخسر الله, الله يرزقكم يا ابو عدي حبيبي خاميات خاميات اللهم صل وسلم على النبي لا تصور لي ابو عدي ان شاء الله تبارك لا عمي ابو سامر بالعكس دائما يوصينا بيك والله شلونك عمي ابو سامر شو اخبارك شلون امورك اشوفك تارك الربجه اليوم والله جاي اسلم على الشباب ما سوق شاي اليوم اي لو يكون السوق حرج فواتير متاخره شوي اي نعم يا الله يا رب الله يرزقك عمي ابو سامر الله يوفقك الله يوفقك يا رب يا هلا بيك والله والله كنا بسوق البقره اليوم مرينا سوق البقره بعدين جينا اللي جاي اي والله عندنا حاجه طيبه هي هنا بالسوق
هين بالسوق؟ ايوه انا على حد علمي ذا ينطونه 415 دولار. نعم. ايوه وهو كان فاصلها ب 4.5. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. 15 والده عشر. 415 دولار. نعم. يعني بين الاسعار كويسه. زين 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 ما شاء الله. الفطام انا صار 100 دولار. الجوز 100 دولار ولا الوحدة 100 دولار؟ اي مشان ما نضيع الناس. لا ما نضيعهم. اي نعم. الوحدة 100 دولار، يعني هذا انا تقريبا بدك تقول هذا لنا اصطلاعيات وسرحيات كويسه. اي والله يصير حلوات. ايوه وما ابي ارخص من هيك. الله يرزقكم يا ابو عبيد. ارخص من هيك مضعضعه، اما هذا المكفولات. لا لا زينات زينات. ايوه. ويشات. الله يرزقكم ابو عدي حبيبي ابو خالد الله يوفقك جميعا امين الله تبين انت على الشيخ والله شويك مرضان انا اشيل الهاتف منه